يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان عليه قضاء من رمضان، نعم، من كان عليه قضاء من رمضان، نعم، فصام هذا القضاء وأراد صيام الست من شوال، فهل يلزمه أن يفصل بين صيام القضاء وصيام الست من شوال بإفطار يوم؟ لا لا، ما يلزمه ذلك، تكفي النية، يكفي أن ينوي هذا قضاء وينوي هذا الست من شوال، ولا حاجة للفصل. نعم.